اهلا بكم من جديد. كان السؤال قبل الفاصل هو ليه الفقر بقى؟ يعني احنا بنعمل اصلاح اقتصادي. تم الاعلان عن مشروع الاصلاح الاقتصادي ده في 2016، بدات الاجراءات، بدا برنامج يعني او خطوات رفع الدعم عن السلع معينه عشان زياده الدعم لسلع اخرى. بدأت فيه إجراءات صعبة جدا في 2016. طيب الإصلاح الاقتصادي احنا بنتكلم 2016 17 18 19، داخلين اهو في ايه؟ في حوالي 3 سنين 4 سنين. ليه الفقر يزيد؟ انتوا بتقولوا يا حكومة انه في إصلاح. الإصلاح ده معناه انه الناس حالها ينصلح بالبلدي كده، ده اللي الناس تفهمه. لكن الأسبوع اللي فات لما أعلنت نتائج البحث اللي عملته وزارة التخطيط بتعمل بحث دوري، اللي هو بحث اللي هو اسمه كده، اللي هو دخل وانفاق واستهلاك الأسرة المصرية، اللي هو بيسموه خريطة الفقر. البحث ده معمول 17-18، يعني لسنة 17-18، من نص 17 لنص 18، فبدت فيه الأرقام مزعجة جدا، وعايز أقول لحضراتكم أرقام مخجلة جدا كمان. وزيرة التخطيط دكتورة هالة السعيد أعلنت بشفافية نتائج هذا البحث وقالت أنه إحنا عندنا جماعة عدد كبير جدا من المصريين نزلوا تحت خط الفقر زي ما رصدنا في البحث. الناس خدت هذه النتائج وبدأت تشتغل بيها، وبدأت تتهم انه المنظومه العامه في مصر اللي بتشتغل، يا جماعه انتوا كده هتودونا في داهيه، يعني بعدين احنا ماشيين وراكم وانتوا بتقولوا اصلاح 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 اصلاح، طب ايه ده؟ النتائج دي معقول نوصل للدرجه دي؟ انا مش هجتهد، يعني انا فهمت طبعا المساله ماشيه ازاي، مش هجتهد، انا هاحيل حضراتكم على بيان صحفي صادر عن وزاره التخطيط. بيان صحفي صاغه او اتكلم فيه دكتور احمد كمالي. دكتور احمد كمالي ده نائب وزيرة التخطيط، اتكلم فيه عن ليه نتائج البحث ده، خلي بالكم من اسمه، اللي هو دخل وانفاق واستهلاك الاسرة المصرية، ليه طلع انه عدد الفقراء في مصر زيادة. اول حاجة انه البحث ده، يعني ده البيان الصحفي هو على صفحة وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري. اول حاجة انه البحث ده اتعمل للعام 2017-2018 اتعمل في ذروة اجراءات الاصلاح الاقتصادي. وانا هنا خلينا نتفق على حاجة، في فرق ما بين التبرير والتفسير، لانه خلي بالكم محدش يقدر يبرر الفقر، ومحدش يقدر يبرر لحكومة الفقر، ولا يقدر يبرر لنظام الفقر. يعني لو كانت في حكومة سبب في إفقار الناس، أو في نظام سبب في إفقار الناس، محدش يقدر يبرر. يعني اللي يبرر ده يبقى شخص مجرم يعني. ولكن في فرق بين التبرير والتفسير. فأنا بفسر لحضراتكم ليه النتائج دي كانت موجودة. نتائج موجودة لأنه اتعمل البحث ده في فترة، في فترة كانت فيها ذروة إجراءات الإصلاح الاقتصادي. فطبيعي نسبة الناس اللي يضاروا من الإصلاح الاقتصادي تزيد. ولذلك مثلا الدكتور احمد كمالي بيقول انه هذا البحث اللي جاي بقى، او لو اتعمل الان نسبة الفقر فيه تزيد تقل جدا. يعني لو اتعمل الان ليه؟ لانه اجراءات الاصلاح الاقتصادي دلوقتي مش في ذروتها، بالعكس انت بدأت تجني ثمار هذا الاصلاح الاقتصادي. فلو اتعمل هذا البحث الان هتلاقي نسبة الفقر تقل جدا في مصر، ده رقم واحد. طب في مؤشرات على كده؟ في مؤشرات، لان احنا لما قلنا انه وده كان في تقرير من المركز الاعلامي لمجلس الوزراء كان بيتكلم على التضخم، نسبة التضخم قلت اقل من 10%، رغم ان احنا كنا وصلنا تقريبا في 2017 الى 35% او 30%. فانت التضخم قل ليه اقل من 10%؟ والتضخم تاني لما بقول لحضراتكم معناه اللي هو الايه، القوة الشرائية للعملة. يعني انا معايا 100 جنيه، ف 100 جنيه دي بتجيب حاجات معينة، فجأة قيمة ال 100 جنيه دي ما تجيبش الحاجات دي، تجيب اقل منها، يبقى انا التضخم زاد.
يبقى الاسعار زياده وال100 جنيه معايا مش عارف اجيب بيها حاجه، يبقى هنا التضخم زاد. لكن هنا التضخم الان تضخم قل، نسبه البطاله قلت، في فرص عمل كتير موجوده. اللي انقص كمان في السنه الاخيره دي، وده اللي اشار ليه دكتور كمالي في البيان الصحفي بتاعه على صفحه وزاره التخطيط، انه في الصعيد تم تخفيف اثار اجراءات الاصلاح الاقتصادي ببرامج الحمايه الاجتماعيه. انت بتتكلم عن تكافل وكرامه، في حد يقول لك ما هو المبلغ بتاع تكافل وكرامه قليل، اقول لك بس ما كانش موجود، يعني اصلا ما كانش موجود. دي حاجه. الحاجه الثانيه والمهمه وان احنا هنقعد نلح عليها شويه، وهقول لحضراتكم ما تستغربوش لما تلاقوا بقيه البرامج بتتكلم في الموضوع اللي هو موضوع حياه كريم. يعني هتلاقي الناس، لانه خلي بالكم يا جماعه، وده كلام ليس دفاع عن الاعلام، لان انت احيانا تقول لك ايه ده، هو كل الاعلاميين بيتكلموا في نفس الموضوع، هو ايه في تليفونات بتيجي ولا ايه، الناس يعني يتكلموا في ده وما تتكلموش في ده وكلموا بس. لا، بس ده موضوع فعلا يشغل اهتمام الناس، ويشغل اهتمام الاعلام، ويشغل اهتمام النظام، ويشغل اهتمام الحكومه، ويشغل اهتمام كل الناس في مصر، انك عايز تخلص من اثار عقود طويله جدا الناس افتقرت فيها، والناس عانت فيها، والناس عندها مشاكل ومشاكلها زادت. فده شيء اساسي جدا ان احنا نتكلم فيه، وتحديدا في مساله حياه كريم، اللي هو يا جماعه هذا ليس مشروع دوله. خليني اقول لحضراتكم، حياه كريمه ده ليس مشروع رئيس، وليس مشروع حكومه، وليس مشروع دوله، هذا مشروع شعب بحاله. انتوا عارفين بالظبط كده، زي ما الناس طلعت في 30 يونيو وقررت ان هي تحدد مصيرها، خلي بالكم انه الفقر خطر جدا برضو زي الارهاب. ليه؟ لانه لو الفقر زاد المجتمع مش هيبقى مطمن، مش هيبقى مستريح نفسيا، هيبقى قلقان. وكل واحد عنده فلوس، لو المجتمع بيزيد فقره هيخاف على فلوسه، يعني الفقراء دول هيطلعوا، يعني انت يعني هو ايه، يروح ما بعدك روح. فانت لما بتيجي تقول ان ده مشروع شعب عشان تقلل هذه الفجوات، في حاجات بتحصل على الارض، في حاجات بتحصل على الارض. وانا قلت لحضراتكم امبارح، احنا كان عندنا تقرير من الفيوم في اللي هي القرى اللي هي اتعمل فيها مشروع حياه كريمه، او مشروع حياه كريمه داخل في هذه القرى. كان عندنا تقرير من قريه دار السلام في مركز يوسف الصديق في الفيوم. النهاردة عندنا تقرير من قريتين في بني سويف، القرية الأولى اللي هي قرية زموط في الفاشن، والتانية قرية محي في سمسطة. بننزل بنشوف على الأرض، لأنه هقول لحضراتكم على حاجة، إحنا مفروض إن إحنا لسان الناس مش لسان الحكومة، ولأننا لسان الناس مش لسان الحكومة، فلما الحكومة تيجي تقول إحنا بنعمل حياة كريمة، فاحنا لازم ننزل ونشوف ونتكلم مع الناس ونقدر المسألة حجمها وصل لحد فين. خلينا نشوف هذا التقرير من قريتي الزموط ومحيي من بني سويف. اهلا بيكم. 90 دقيقة النهاردة موجودة في محافظة بني سويف، في مدينة وفي قرية تحديدا ما كانش ليها أي معالم، ما كانش فيها تقريبا حياة. الناس عايشة تحت الخوص، ما فيش صرف صحي، ما فيش مية، ما فيش أي معالم الحياة. لكن الحياة الكريمة الحقيقية بدأت تتنفذ هنا بعد مبادرة السيد الرئيس. هنتابع معاكم كل التفاصيل اللي بتحصل في القرية دي، تابعونا. كنا عايشين في البلد دي ما كانش في حد، كنت تشوفه تخاف منه. تخاف تخش، والله الكلاب كانت بتخش علينا واحنا نايمين، مسطحين بوبوس معرشين بوبوس، والتعابين والفران، وكان قرف، وما مشكورين جمعيه الارمان وتحيا مصر، نعملوا لنا بيت وبيت حلو وسيراميك وبوهيه وحاجه روعه. خش وشوف كمان، ما كنتش احلم بحاجه خالص، كنا ياسين. مشكور السيد الرئيس، كتر خير ويشكر، وكتر خير وعيشنا حياه كريمه.
جبت البقره من جمعيه الورمان عشان نعيش حياه كريمه، والله مبسوطه والحمد لله. ما كانش معاه مثلا يجيب طلبات كتيره كافيه، خد القرض وكبر مشروعه والحمد لله ربنا كرمه، وهو بيبيع في ملابس وبيع احذيه وكل حاجه. لسه مستمرين في بني سويف في مكان جديد وقريه جديده بدات فيها الحياه الكريمه بجد. خلينا نشوف بقى كمان الناس اللي احنا الجميله اللي عايشين في وسطهم دلوقتي وقاعدين، كنتوا عايشين ازاي يا حاجه ودلوقتي عايشين ازاي؟ والله كان العقرب بيخش علينا والحناشه وبوص وعنكبوت نازل علينا، جينا هديناهم وبنانا ربنا يعليه ويخليه الرئيس. حاسه فرحه طبعا، بقول تحيا مصر والحمد لله على اللي احنا فيه وشكر ليكم، ويعني احنا ما كناش نحلم بكده والله العظيم. احنا بنشكر جمعيه الرمان وصندوق تحيا مصر ومبادره حياه كريم، والله ربنا يجزيكم كل خير. احنا بننفذ حياه كريمه مش بس في المنازل، احنا بننفذها في المجال الصحي والمجال التنموي. تمام، المجال الصحي بالنسبه لقوافل العيون، بالنسبه لعمليات القلب، بالنسبه للسماعات، الاجهزه التعويضيه، دي بالنسبه للمجال الصحي. اما بالنسبه للمجال التنموي، من منازل لتسليم مواشي لمشروعات صغيره، استهدفنا في 2018 حوالي 108 مليون جنيه بالنسبه للمشروعات الصغيره والاعمار والمجال الصحي. احنا بنوفر حياه كريمه، مش بنقول منازل بس، لا احنا بنقول مجال صحي، مجال تنموي في كل المجالات. يعني الصورة واضحة في بني سويف. أنا طبعا بنتهز فرصة دي بشكر زميلنا العزيز تامر مجدي، يعني إعلامي ومراسل من العيار الثقيل، انضم مرة أخرى لأسرة قناة المحور، وإن شاء الله يعمل لنا شغل زي اللي تعودنا عليه منه. يعني ده موجود دايما هو في المناطق الشائكة، فإن شاء الله يقدم لنا كل حاجة كويسة. بشكره جدا على هذا التقرير. عايز اقول لحضراتكم هي دي الفكره. فكره ايه؟ مشروع حياه كريمه يا جماعه بتشتغل فيه 19 جمعيه اهليه. فالجمعيات الاهليه اللي هي قايمه على التبرعات، جمع التبرعات من الناس، بتروح القرى وبتعمل زي ما شفتوا، بيت بيتبني، بيجيبوا يعملوا مشروع استثمار كده للناس، يدي قرض، يعمل محل، يعمل والى اخره. فانت هنا قدام نقله لازم المجتمع كله يبقى واقف وراها، مش الدولة. أنا قلت لكم امبارح إن الدولة هتيجي تقول لا والله إيه، يعني خليكي في حالك، مش كل شوية تقولوا ساهموا، اشتغلوا، اعملوا. الدولة هتقول لك مش خلاص، عايز مية، أنا الفلوس بتاعت المية اللي عندي كذا، بتاعت الكهرباء كذا، بتاعت الصرف الصحي كذا، وخلاص وانتهينا. لأن أنت لما تبقى عندك الرقم فعلا إنه في 227 قرية اتكلف الصرف الصحي فيهم 13 مليار، ده معناه ان انت كمجتمع لازم تبقى موجود وبقوة في مثل هذه المشروعات. يا جماعة مفيش حد بياخد الفلوس وهو رايح قبره خالص، يعني المال ان لم يساهم في اسعاد الناس وترقية حياتهم فيبقى ملوش قيم. احنا هنبقى مكملين مع حضراتكم مسألة حياة كريمة، نتكلم ممكن ننزل ان شاء الله نتكلم مع اهالينا ونشوف الناس على الارض. لان انا عايز اقول لحضراتكم ايه، احنا لما بننزل بنبقى عين على ايه اللي بتحقق وايه اللي ما بتحققش. وهنقول لحضراتكم على حاجة كمان، لو في قرى احنا نزلنا والناس بتوع حياة كريمة وراحوا ما اشتغلوش او ما قالوش، هنقول ببساطة يا جماعة لا القرية دي ناقصها كذا. فلاننا زي ما بقول احنا لسانكم مش لسان الحكومة.